بسكين بسيط وقليل من النخيل أحاول مواجهة أعباء الحياة القاسية. دفعت الحرب الرجل ورفاقه من الصيادين إلى العمل في صناعة المكنسة التقليدية بعد أن توقفت آمالهم في البحر بسبب سيطرة ميليشيا الجماعة الإنقلابية على شواطئ البحر الأحمر، ومن جهة أخرى حصار طيران التحالف. هذه المهنة الجديدة بالنسبة لهؤلاء بالطبع لم تفي بالغرض خصوصا، وأن استمرار الحرب ضاعفت من تعقيدات واقع القرية التي يقطنها المئات من السكان دون أبسط مقومات الحياة. نحن كنا نشتغل في البحر، ودحين بقينا موقفين إلى من شان الحروب هذه، من شان الطوائر دي، وبعدين يا لحنا مراض وحنا جيا فقراء ضعاف الله. لا شيء يسمع هنا في أنحاء قرية الدويلة في مديرية التحيتة محافظة الحديدة سوى الريح وبعض من حياة تجري بما يتناسب الوضع القائم أو ما يساعد الأهالي على الاستمرار بالعيش على الرغم من صعوبة واقعهم. أنا صيادين، وقفنا الآن من الصيد، وإحنا آملين لم أنا أي مستقبل. وقفنا من الصيد، وقفنا من الأمل. في ظل الوضع المتردي يتقاسم هنا الصغار والكبار الأوضاع على مرارتها، فمحاولتهم التعلق بما يمكن من الأشجار ربما يؤكد على محاولة التمسك بحقهم في الحياة، بل ويضفي على اللحظة شيئا من البهجة المستعارة في زمن حرب الميليشيا التي لا ترحم.